And then Q is opposed. وعادة Q بيساوي مثلا theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, theta 6. إذا أخذت من Q initial إلى Q final واستعملت J trajectory راح يحرك الزوايا هدول. إذا هذا مثلا Q initial وهذا Q final, theta 1 initial, 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 وبعدين أخذته ل 1 final, theta 2 final, theta 3 final, theta 4 final, theta 5 final, وtheta 6 final. الانستركشن joint space trajectory كل اللي راح يعمله حسب الزمن. طبعا انت بدك تكون عامل تايم فيكتور. مثلا التايم فيكتور بيساوي خليني بدي اتحرك ب 1 10 ملي سكند من الزمن مثلا 0 للزمن 3 سكند. راح يطلع معي هون اذا حطيناها ترانسبوز راح يطلع تي زي هيك مضبوط. وراح يكون في 0.01.02 لحد ما اوصل 3 مضبوط. هذا ايش سميناه؟ تايم فيكتور. بدك اياه رو او بدك اياه فيكتور ما اظنش بيأثر. باخذ الاثنين. شو عملنا هون؟ اجينا عملنا تايم سلايسز. قسمنا الزمن لتايم سلايس. كل تايم سلايس قديش الديوريشن تبعتها؟ 10 ملي سكند. واخذنا من 0 ل 3 راح يطلع معي 301 المنت فيها. مضبوط؟ هلا اجينا قلنا انا بدي هذا الروبوتك ارم يتحرك من الانيشال بوز للفاينل بوز ب 300 ستيب على 3 ثواني. كل اللي راح يعمله ما راح يعمل اي كارتيجن سبيس بلانينج. راح يغير ثيتا 1 من ثيتا 1 انيشال لثيتا فاينل انيشال راح يحركهم ب 300 ستيب متساوي. راح ياخذ ثيتا 2 انيشال وثيتا 2 فاينل وراح يقسمهم. وكل اللي راح يعمله راح يعمل كيو جديده. الكيو الجديده راح تكون هاي دايمنشن الزمن. الزمن هيك راح يصير. راح ياخذ كيو انيشال راح تنحط هون ثيتا 1 انيشال ثيتا 2 انيشال لحد ثيتا 6 انيشال. واخر ستيب اللي هي اذا هذه صفر مثلا هاي 300 او اذا هاي 1 هاي 301 وراح تكون هاي ثيتا 1 فاينل ثيتا 2 فاينل لحد ثيتا 6 فاينل. هلا كل اللي راح يعمله بده يغير من هاي لهاي ب 300 ستيب من هاي لهاي ب 300 ستيب. ايش بيطلع لك كارتيجن؟ وبنقدر طبعا نعرفه احنا الكارتيجن اذا بدنا. نقدر نعمل انفرس كينماتكس على كيو. مضبوط؟ اذا حطيت سيريال لينك دوت اي كينماتكس 6 اس بالحاله هاي بين قوسين كيو، كيو هون فيكتور مع الزمن راح يطلع تي بتقابله. اوكي؟ ماشي واضح فاهمين؟ الاي كينماتكس بين ايش وايش بتحرك؟ الفورورد كينماتكس بتحرك تاخذني من كيو الى تي. الانفرس كينماتكس بتاخذني من تي الى كيو. كيو وتي ممكن هذه تكون سنجل فيكتور يعني 1 في 6. ايش راح تعطيني هون؟ 4 في 4. ونفس الشيء هاي ممكن تكون 4 في 4 تعطيني 1 في 6. لكن ممكن هاي تكون كمان فيكتور اجينست تايم. فممكن تكون 4 في 4 في 301 راح عفوا 1 في 6 في 301 ايش راح تعطيني هون؟ 4 في 4 في 301. ونفس الشيء هاي ممكن تكون 4 في 4 في 301 او حسب الزمن عدد التايم سلايسز راح تعطيني كيو اللي بتقابلها. ماشي واضح؟ هذا ما بيضمن لي ما بتضمن لي شو الكارتيجن روت اللي راح اتحرك. خلص اللي راح يصير كل زاويه من الزوايا بتصير تتحرك حسب اللي مبني لها هون. كل زاويه من الزوايا راح تتحرك راح يحقق اللي مضمون الوحيد شو هو؟ الانيشال بوزيشن والفاينل بوزيشن. هذا الشيء الوحيد اللي مضمون بينهم راح يصير حسب ايش الحركه هاي. اذا بدي اعرفها اذا بدي اعرف الحركه تبعتها بدي اقول تي بدها تساوي سيريال لينك دوت اي كينماتكس. بقدر استعمل اكس اس هون بالحاله هاي بقدر بحاله البيو. ما ليش بقدر استعمل اي كينماتكس 6 اس؟ هل هي 6 degrees of freedom بيوما 560؟ هل لها spherical rest؟ طب شو ميزه هذا؟
شو ميزة اللي استعملت iKinematics 6S وما استعملت iKin؟ أعطيني close for solution مباشرة بطلع لها إذا في solution. إذا في solutions ممكن، إذا ما في رح أعطيني NAN ما فيش حل. إذا هذا رح تعطيني هلا إذا هاي. طب مش Q يساوي R بتساوي serial length. آسف إحنا هون إيش عنا؟ T لازم هيك تعطي مش هيك؟ راح تعطيني السيريال لينك الفورورد اوكي ماشي الفورورد كينيماتكس اللي راح تعطيني كي العكس خالد اللخبط انا اللخبط حالي كيو مظبوط هيك اوكي هاي راح تعطيني الكارتيجن سبيس